أنا غنوشة وأمورة. وين هالغيبة؟ أي والله بدها. ليه تركتيني؟ تركنا لأنه صار في خيانة. هي أول مرة بقول على الهواء. هيدي بدنا نعمل فيلم على فكرة. أنت متعصبة شوي مسيحياً؟ أنا ما فيي أشوف لبنان بلا مسيحي أكيد. أنت ما قبلتي إلا إنه أنت تكوني أول وحدة بالصورة. أكيد ما بقبل ينحط أسامي جديد حد اسمي. مين ما كان يكون. طب بركي اسم جديد موهوب جداً. ما إلي علاقة. أنا حرة كيف بدي أحط اسمي. ما أنا جيت من عرض الأزياء على تمثيل يعني أنا. شو ما كان خصني بالتمثيل. صدفة جابتك؟ الجنرال عون جابني للصراحة. أي والله. تذوذ الجنسي. كمان معه وأنا معه للآخر وأنا بكون عم بعرسه لأبني إذا قرر يتجوز رجل مثلا. الممثلة ريتا برسونا ضيف حكي على المكشوف مع دانيا حسيني. كي شباب بليز كات ما بقى بدي كامل تسويق. الأربعة بعد الأخبار على الأو تي في.